السلام عليكم، معاكم علي وحياكم في قناتي. اليوم عدنا تجربة سيارة MG ويل الجديدة كليا، فخلينا نشوف السيارة من برا ومن داخل وبعدين نتكلم عن سيارة على الطرقات، هل هي ممتازة أو لا. وهذا شكل السيارة لـ MG ويل. صراحة السيارة يعني تعطيك إيحاء قوي جدا إن هي حرفيا ماخذين الفكرة أو الديزاين أو التصميم من حوت. حتى شوفوا مثلا الشبك الأمامي كيف جاي خطوط كذاك، كنا حوت يعني، كنا بطن الحوت. ايضا هذا التصميم اللي هنا نفس الشيء مستوحى من الحوت، ايضا هنا من الحوت. فشكل السياره صراحه مميز جدا في الشارع، وصراحه يعني هي مساله ذوقيه، بس انا احس سياره نوعا ما جميله. على الاقل هم يعني يجيبوا تصاميم جديده من نفسهم، ما معتمدين التصميم على تقليد لامبورغيني اورس مثلا. طريقة غير مباشرة، أنا لمح للناس بعض الناس لسيارة معينة. عموما تصميم السيارة من أمام جدا جميل صراحة، أنا في رأيي أشوفه جميل، ويعني هو حتى لو ما كان جميل هو مميز جدا في الشارع. عندكم هنا كاميرا أمامية، هذه مش فئة الأولى، فئة الأولى فيها كاميرا، فيها سنسرات أمامية، هذه مش فئة الأولى، بس إذا ما خاب ظني فرق هذه الأشياء البسيطة. شوفوا الكفرات، وايضا الجنط الكفر من شركه ميشلن، والكفرات جاي شكلهم يعني جدا جميل صراحه، واتوقع هذا من ذيل الحوت، فاضافه حلوه صراحه من السياره. عندكم مقابض الابواب كهربائيه جميله صراحه جدا. شوفوا هنا ايضا التصميم الخلفي والجناح الخلفي ايضا جدا جميل. من خلف ايضا سياره صراحه شكلها جدا مميز. شوفوا هنا كيف الاضاءات البريك هنا موجوده داخل السياره مش برا، وهذولا ايضا كذا الشكل مال الديزاين حلو. ايضا الجناح الخلفي موجود. صراحه سياره من خلف جدا جميله. عندكم ايضا هنا سبويلر موجود للسياره، جدا جدا جميل صراحه، جدا جميل. الاكزوز حقيقي، فتحه حقيقيه مش نقليه. خلينا نشوف من الخلف صراحة السيارة. المساحة واسعة جدا صراحة، انزين جدا واسعة المساحة. عندكم هنا فتح اقفال الشبابيك، شوفوا كيف مقبض فتح الابواب، والله حركة حلوة صراحة، جدا جميل. سماعات بوز، عندكم هنا اضاءات الاي دي، جلد ممتاز صراحة. وايضا عندكم هنا مسند وسطي صراحة فخم جدا، هنا الاكواب، وهنا ايضا مساحة تخزين، واو زين. وشوفوا هنا الكنتارة مع علامة الويل، حركة حلوة صراحة. خلينا نشوف من الامام كيف. اول شيء شوفوا هنا كيف المقبض جميل جدا، بس خلينا نتكلم عن جودة السيارة فعليا. شوفوا هنا كله سوفت تاتش، ما في هارد بلاستيك، كله سوفت. في بعض السيارات حتى هنا هارد بلاستيك يا جماعة، ما علينا. شوفوا كيف كله سوفت. هنا عندكم هنا بيانو بلاك، ازرار صراحه ممتازين، جوده جدا عاليه. تقدر تتحكم في المرايات الجانبيه هنا، عندكم فتح الصندوق الكبوت هنا، وايضا التحكم في الاضاءات الاماميه، عندكم التحكم في الاضاءات الاماميه، ايضا هنا التحكم في الكروز كنترول، وهنا في المالتي ميديا. انزين وبس والله، هذه هي السيارة. خلينا نتكلم عن السيارة على الطرقات. صراحة مبدئيا سيارة جدا فخمة وحلوة صراحة، فخلينا نتكلم عن الطرقات، عن السلبيات اللي لاحظتها في السيارة والايش الايجابيات. زين، جينا الحين على الطرقات، نتكلم عن السيارة هل هي ممتازة او لا. ونشوف جودة الكاميرات. صراحة الافضل من MG لحد الحين صراحة بكل مصداقية، جودة جدا ممتازة الكاميرات الخلفية والأمامية والجانبية، صراحة جودة ممتازة جدا. زين، الحين بعض الأشياء اللي لاحظتها، الجير تحسه شوي مايل على جهة اليسار، يعني الحين أنا لما أمسك الجير أكون كني موجه يعني مقبضي للمكيف، ما يعني ما جاي سيدة، جاي شوية مايل على اليسار، ليش ما أعرف، بس ما انه يعني يؤذي ولا شيء، لا بس يعني غريب صراحه. هذه الازرار التتش اللي هنا يعني ما لهم داعي من الاخر، الحين اقفل وافتح بهذا ليش؟ انزين، وبعدين اصلا يتحركوا، يعني في رخص في الكواليتي صراحه، غريب الموضوع. انزين،
عندكم هذا اي، ما اعرف هذا ويش اي بالضبط، ما حتى الوكاله ما شرحوا لي هذا اي، يعني سياره ما كهرباء. ممكن قصدهم الستوب اند ستارت بس لسه مو اي، ما اعرف. عندهم وضعيه القياده سبورت كاستم ايكو كومفورت، ويعطيك كذا فايبريشن لما تضغط او اهتزاز لما تضغط. ما كان له داعي صراحه، ما كان له داعي، بس يعني حركه حلوه، بس انا اشوفها مش تطور. يعني السياره جيرها من شركه ايزن، 8 سرعات من شركه ايزن. بس اتكلم قبل لا اتكلم عن موضوع المحرك وغيره، الدركسون هذا الطبقتين اللي فيه هنا صراحه مزعجين في المسكه، مش مريح في المسكه صراحه، بكل امانه اقول لكم مش مريح صراحه. هو تصميم جميل لكن في المسكه لا، ابدا ابدا ما مريح صراحه، لكن يعني كشكل جميل صراحه. عموما خلينا نتكلم عن محركات السياره. السيارة تجي مع محرك 2.0 او 2 لتر توربو، طبعا تولد السياره 231 حصان و370 نيوتن متر تورك عزم. هنا عزم جبار صراحة، وزن سيارة مش خفيف يعني، لكن عزم جبار صراحة. 370 نيوتن ممتاز، و231 حصان ايضا ممتاز. الجير من شركة ايزن، طبعا ايزن معروفة بدون ما نتكلم، ايزن من افضل الشركات في الغيار. بشكل عام سيارة لا بأس فيها، يعني اكون صريح معاكم، سيارة لا بأس فيها ابدا. الحين النقاط السلبية على السيارة، جودة الشاشة الامامية او شاشة السائق صراحة معدومة، يعني جدا بطيئة. يعني مثلا الحين في سيارات صينية تستخدم 60 فريم او 60 اطار في الثانية، هنا انت عندك 30 اطار، فتحس في انه في لاج في الشاشة. ولو صراحة يعني مستغرب ليش هم يستخدموا 30 فريم، بس هو لا بأس فيه. بس الشاشة مملة، ما فيها معلومات كافية. انا احاول الحين مثلا ان اغير الشاشة المعلومات، بس انا ما قادر حتى اوصل للشاشة، يعني ما قادر اغير في الشاشة، ما ادري ليش صراحة. هذا يحول لي للملتي ميديا، ايوه هذا ايضا، يعني ما اعرف انا كيف ممكن اتحكم في الشاشة، ولا حتى الوكالة خبرتني. فيب شوية متورط. عموما ما عينا، ما ابغى اتحكم في الشاشة عموما. بس اداء السياره كتسارع جبار صراحه. بنشوف تسارع سياره كيف نحن. بس اللي لاحظت في الام جي، من ام جي 1 تقريبا، يعني ما اعرف هم ايش حطوا سياراتهم، بس في المنعطفات ما وايد في بودي رول. يعني صراحه سياره فيها متعه قياده جميله جدا صراحه بكل امانه. يعني شوفوا ما فيها وايد بودي رول، سياره ثابته صراحة، جميلة صراحة السيارة في القيادة، وايد ممتعة، شكلها جميل رياضي. فأحييهم على هذا الشيء صراحة، سيارة جميلة جدا، وأيضا تعطيك طابع رياضي، هو شيء كان مفقود جدا من سيارات ام جي، أو موجود في ام جي بس كان ما موجود في ام جي جي تي اللي المفروض تكون هي أكثر رياضية. لكن صراحة سيارة قيادتها جدا ممتعة. خلينا نشوف تسارع السيارة الحين ونعطيكم تسارع من 0 ل 100 كم تكون. بس صراحة سيارة جميلة. زين عيوبها ما أشوف فيها عيوب كبيرة يعني صراحة. وغير كذا سيارة دبل جلاز، يعني في العزل ممتازة، عزلها أفضل من يعني فوق خلينا نقول الأفريج. زين بعد نقطة العدادات، العدادات يعني تعطيك كذا كنا شكل محرك الطيارة هو يزيد، يعني فأحس ما واجد عملي يعني. وبورت يصير لون أصفر. زين نحط إيكو، وين إيكو؟ إيكو يخليه نفس الشيء ما يتغير. فما أعرف يعني، هو عادي ما أنه في شيء سلبي، بس بعض النقاط أو خلينا نقول بعض الكومنتس اللي عندي انا عن السياره. خلينا نرجع نشوف تسارع السياره من صفر. اوتو هولد شغال، خلينا نجرب. بسم الله. والله طولت صراحه،
فركت واجد صراحة، وغير كذا طولت واجد في التسارع، ما أعرف ليش إيش المشكلة صراحة. تسارع يعني أعطيها يمكن 6 من 10 تقريبا. أنت شفت التسارع كيف؟ شوفوا، أنا لاحظت بعد نقطة في السيارة. تحس إن السيارة مشكلة الغيار تصرفاته غريبة يعني. وشركة آيزن معروف وما عليه كلام، بس تحس في 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 أشياء ما تفهم في السيارة يعني. أنا جربت أدعس كامل، كان تفرق واجد أول جيرين تقريبا، كانت كلها فرق. بعدين تماسكت، بعدين سويت شورت شيفتين يعني، غيرت الغيار قبل مفروض أتغير. فما أعرف هل هم يعني استخدموه، وطبعا سووا له تيونينج وبرمجوا على إنه يناسب الجير المحرك هذا. محرك صراحة قوي ونشيط جدا، سيارة مريحة في القيادة، المقاعد جدا مريحة وجميلة أيضا. بس اللي لاحظته أن كل شيء بعيد عنك يعني، حتى الشاشة بعيدة. لو أنت قصير يعني، أنا قصير شوية صراحة، لكن كل شيء بعيد عنك أنت يعني. مثلا الشاشة بعيدة يعني، حتى أزرار المكيف لازم شوية توصل، حتى الشاشة لازم تمد يعني يدك أكثر. تقدر تقدم المقعد، بس انا وضعيتي كذا يكون مرتاح في السياره. عموما كل واحد ورايه في الموضوع. سياره من داخليه سياره يعني جدا ذكرني بالام جي 1 اللي هو، لا بس فيها صراحه بكل امانه جميله جدا. الحين سعر السياره يبدا من 11999، سعرها غالي يعني، لكن انت لو تحط في بالك المساحه والمواصفات، صراحه فيها مواصفات اللي هو منع مثلا الحوادث، او خلينا نقول اللي هو مثلا تمسك عنك البريك لا سمح الله في حال شكت انه بيصير في حادث. موجود اللي هو يسموه كوليجن وورنينج، عندك مساعده على المحافظه على المسار، يعني شبه قياده شبه ذاتيه موجوده في السياره. وطبعا كاميرا 360 درجه، السنسرات 360 درجه. فسياره فيها جميع المواصفات تقريبا، ابل كار بلاي واندرويد اوتو. ما فيها تبريد مقاعد للأسف، في تسخين مقاعد، ما أعرف إيش حاطين تسخين، مع إن إحنا ما نحتاج تسخين في مناطقنا، لكن هم حاطين تسخين. الجير صراحة استجابته ممتازة، أنا ما أتكلم عن إنه في تأخير في الاستجابة، سيارة استجابتها فوق الممتاز صراحة، سيارة جميلة واستجابتها أيضا جميلة. بس النقاط إن هو تحس في تبديل، مش يعني كيف أقول لكم، تحس في كذا ما في تفاهم مع المحرك يعني. فاستجابة جدا سريعة صراحة في السيارة، ممتازة جدا في الاستجابة، انطلاقتها جدا قوية. محرك فينا شوف فيه نشاط يعني، شوفوا على طول تلنا نفسها السيارة، ما في تأخير أبدا صراحة. فأحييهم على هذا الشيء، ام جي بدعوا في سيارة مثل هذه. الحين التراكشن كنترول وهذا الأشياء كلها موجودة هنا في الفيهيكل، تقدر تتحكم فيهم. سيارة ممتازة جميلة، مواصفاتها حلوة، مساحة جدا واسعة في السيارة، تصميم مميز، وشكل الداخلي أيضا مميز. عموما يا جماعة، إذا حاب تعرفوا عن سيارة أكثر اسألوني، إن شاء الله بقدر أجاوب عليكم. وليش ما مشتركين؟ ليش ما مشتركين؟ اشتركوا في القناة، فعلوا زر التنبيهات، وخليكم جاهزين على المحتوى الجديد إن شاء الله يعجبكم. نشوفكم على خير ومع السلامة.